مرحبا معكم يوربو. ما في احلى من انه تحب بلدك وتدعم منطقتك وتفرجي كل شيء حلو فيها من مواقع تاريخيه وسياحيه ونشاطات، وتذكر اهميه كل شارع من شوارعها، وتذكر انها موجوده على الخارطه السياحيه، وانك تستعمل السوشيال ميديا بهدف له معنى حقيقي. وهذا اللي عمله هشام بصفحته تير بيج. ومن دبي مرحبا هشام، كيفك يورجو؟ تمام، انت كيف؟ الحمد لله. وهن نحكي عن صفحة تير بيج اللي بيتخللها اكتر من 55 الف متابع و 7000 صورة. مين؟ بدك تخبرنا شوي اكتر عن تير بيج. تير بيج هي صفحة رسمية بلشت فيها بمجهود وعمل شخصي بسنة 2011. الهدف منها نستقطب ناس جديدة للمدينة ونعرفهم على المدينة من خلال الفيديوهات والصور الحصرية اللي بتنزل، ونوصل لأكبر شريحة معينة بعدها ما ياخذ فكرة معاكسة عن المدينة، إنه صور مش بس بحر وصور مش أثرات وصور، يعني صور هي مدينة جامعة وبتتضمن كتير شغلات ممكن الشخص يجيب. كان عنده نظرة ناقصة على الموضوع من وراء هيد البيت، كتير ساهمت وساعدت بنظرة مختلفة ومعاكسة عن النظرة اللي كتير شريحة بعدها عم بحكي عنها، بعدها ما ياخذ فكرة معاكسة عن الشغلات اللي احنا عم نبرزها. يعني برزت الصورة الحقيقية لمدينة صور 100%. صح. شو الفايدة من هيدي الصفحة اللي نزلت عن السوشيال ميديا؟ طبعا في عدة شغلات ممكن الواحد يحطهم بخانة انه شو الفايدة، بس انا بالنسبة لي الفايدة الاساسية كانت هي من خلال انه نجيب ناس جديدة على المدينة تنعيش المدينة اكتر من خلال الاقتصاد او اقتصادها، من خلال يمكن الشغلات السياحية. يعني انت بتعرف انه وخاصة بالصيف، نحن هلا بوقت صيفية الحمد لله، يعني في كتير ناس عم بتزور مدينة صور. في كتير ناس عم بتزور مدينة صور طبعا من خلال الشغلات اللي نحن عم نبرزها بالصفحة. السياحة كانت كتير قوية هيدي السنة، طبعا الاحصاءات بنتركها للبلدية بتعلن عنها، لانه كل سنة في احصاءات جديدة بتعلن عنها البلدية. هشام، شو اخر انجاز عملته الصفحة؟ لانه حسب ما كنا عم نحكي انه الصفحة تخطت حدود صورة معينة او فيديو معين، صرتوا عم تلتقوا شباب من بعض كلكم؟ هلا طبعا الانجازات كتيرة، لنكون بصراحة واضحين وبكل يعني على صعيد الامانة اذا بدك، بس اخر وحدة الانجاز هو انا بالنسبة لي اللي تحقق اللي كان عندي اياه من زمان، انه يكون في صفحة رسمية لمدينة صور، لانه هيدا الشيء كتير مهم. وتانكيو على السؤال، لانه كتير مهم نسلط الضوء على هيك شيء. تاير بيج هي مش توريزم بيج، هيدا هو الحدود اذا بدك. تاير بيج هي صفحة موثقة ماخذة البلوتيك، وتشيز هيدا شيء كتير مهم على صعيد لبنان، لانه على صعيد كل لبنان ما في ولا صفحة رسمية مصنفيتها بلدية اذا بدك. يعني انا ماخذ كتاب رسمي من رئيس بلدية صور، بيعني بهيدا الكتاب انه تاير بيج هي الصفحة الرسمية الوحيدة للمدينة. واهم من هيدا كله انه الانجاز اذا بدك التاني اللي نحن عملناه من خلال تقريبا شي 3 اسابيع لهلا، اللي هو انه تم توثيق الصفحة بتاعت الفيسبوك من بعد ما كنا نحن حوالي السنة تقريبا وثقنا الانستغرام بيج. انا حكينا عن توثيق صفحة الانستغرام والفيسبوك. صح. في انجاز تالت انا كتير حبيته وقت استمعته شباب وعملتوا ايفنت. الانجاز هو صح من لبنان لبنان الى صور، هو مشروع سياحي اذا بدك. الهدف كان منه اذا بترجع للسؤال اللي سالتني اياه من شوي، الهدف منه احنا نسلط الضوء انه صور مش بس بالصيفيه، يعني صور مش بس بحر والناس بتيجي بالصيف، صور ممكن اي شخص يجي بالشتويه بعز دين الشتويه يجي ويعمل كتير اكتيفيتيز ويعمل كتير شغلات. 100%. كان الهدف منه المشروع مثل ما عم اقول لك نسلط الضوء اكثر على المناطق السياحيه اللي موجوده بصور، انه مش بس بحر. والانجاز اللي بهيدا الشيء بالذات احنا عملناه انه قدرنا نجيب دعم غير انه من بلديه صور، من وزاره الثقافه، لانه وزاره الثقافه سمحت اذا بدك للناس تيجي وتفوت على الاثارات على اثارات مدينه صور فور فري من دون اي مبلغ مادي تدفعه. والحمد لله كان مشروع سياحي كتير ناجح، وكان في طبعا كتير ايفنتات، يعني بيتخلل هيدا المشروع اذا بدك الصبح دائما في جولات سياحيه، الهدف منها نبرم الناس اللي عم تجي من كل لبنان على مدينه صور، نفرجيهم الجوامع، الكنائس، الحارات القديمه، الازقه القديمه، اللقمه الطيبه، كتير شغلات ما بنخلص. قد ايه حسيت انه في كتير لبنانيه مش جايين على صور، او كانوا خايفين ممكن يجوا، او كان عندهم فكره كتير غير عن صور؟ قد ايه بتحس انه
هيدا الشيء اللي انا بزعل كرماله، انه بعد في ناس ماخذ فكره معاكسه عن مدينه سور للاسف. خليني احكي بس بالشق تبع مدينه سور، لانه في كثير مناطق كمان لبنانيه. انا من الاشخاص اللي مثلا ما بعزه تسمح لي هون صلت الضوء على شيء، كنت اخذ فكره مثلا عن مدينه طرابلس معاكسه. لما رحت زرت المدينه وشفت هالاستقبال الحلو كيف الناس، تغيرت نظرتي. نفس الشيء الاشخاص اللي بتجي على سور، طبعا الشق الاساسي نحن نساهم بنجاح المدينه بتسليط الضوء على الشغلات المهمه اللي ممكن الشخص يعني. اهميه السوشيال ميديا، فينا ناخذ السوشيال ميديا على انتقادات وعلى على حكي بلا طعم، فينا ناخذ السوشيال ميديا انه نعرف بعض على قصص نحن جاهلينها. انه عم تتصور الاعلام والتيفيات واهم الانتاجات والضخامه، والعالم بعدها جاهله بهذا الموضوع، لانه عم بيكون تركيزهم على على منحى ثاني من الحريات. سو قد ايه حلو انه من السوشيال ميديا بصفحه انت وقاعد ببيتك تقدر تنزل صوره تعرف ملايين من الاشخاص على مدينتك، عم بيشوف تفرح. بفرح اكيد بمحبه الناس، لانه لو محبه الناس ما في استمراريه بهذا الموضوع. وبفرح لما يكون يعني كل يوم بوعى بلاقي كثير مسجات من العالم تبعت صور، تبعت فيديوهات تتمنى انه يتم نشرها من خلال الصفحه الرسميه لمدينه سور. فهيدا الشيء مثل ما ذكرت بشجع وبيعطي، وخاصة انه هو هيدا شيء عمل تطوعي. سو الاستمرارية تيجي من حبة الناس. إذا هشام ورفقاته بحبهم وحماسهم وشغفهم وحسهم بالمسؤولية قدروا يعملوا هيدا الإمباكت، مثل متطوعي صليب الأحمر وكاريتاس قدروا يساعدوا ألوف من الناس، نحن كمان ممكن نتبنى قضية تساهم ببناء مجتمعنا، نكون جماعة معينة ذات رؤية وحدة حول قضية معينة، ندرسها لهيدي القضية، نضوي على الأخطار، نكافح ونوعي ونكون سد منيع ضد أي شخص بلا مسؤولية وعم بيحاول يهدم بلدنا. خلينا ناخد قدرتنا على التغيير وناخد مسؤوليتنا تجاه بلدنا على محمل الجد.